نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، وهيا بنا إلى التفاصيل. مرحبا بكم في هذا الفيديو، إن شاء الله تشاهدون الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة فريق النجم الساحل التونسي ضد فريق الجيش الملكي في الدور التمهيدي التالي من دوري أبطال إفريقيا. من المنتظر أن يواجه الجيش الملكي نظيره النجم الساحلي التونسي لحساب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 16 من الشهر الجاري. هذا تقرير إجراء مواجهة الذهاب في تونس يوم السبت 16 من شتنبر انطلاقا من 4 عصرا بتوقيت المغرب تونس والجزائر، وعلى 6 بتوقيت مصر قطر والسعودية. وتأهل الجيش الملكي إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه على أسكو ديكارا الطولي ذهبا وإيابا بمجموع 8-0. في المقابل سجل النجم الساحل التونسي حضوره في الدور ذاته بعد تخطيه لشباب قسطنطين الجزائري بمجموع 3-0. مباراة منتظرة قوية بين النجم الساحلي والجيش الملكي، ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قناة الريادية المغربية.